حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة. كوالكوم تعلن عن 3 معالجات جديدة من الفئة المتوسطة والاقتصادية لشبكات 4G فقط. هواوي توقع اتفاقية مع شركة تومتوم لتوفير الخرائط والخدمات كبديل لخرائط جوجل. أبل ستطلق هاتف آيفون SE 2 بمعالج A13 وبصمة الأصبع مع زر الهوم. إنستغرام تقرر إزالة زر IGTV من الصفحة الرئيسية لقلة الاستخدام. النسخة التجريبية للواتساب على الأندرويد تضيف الوضع الليلي. تويتر تضيف طريقة جديدة للتفاعل بالإيموجي في الرسائل الخاصة. تطبيق اليوتيوب تي في يصل لجهاز بلايستيشن 4. الإعلان عن لعبة جديدة للكابتن ماجد للأجهزة المنزلية. الإصدار التجريبي الثاني للعبة ماريو كارت تور للعب عبر الأونلاين متوفر الآن للجميع. تأجيل داينغ لايت 2 إلى موعد غير محدد. حصرية بلايستيشن 4 هورايزن زيرو دون تصدر الحاسب الشخصي هذا العام. وهذه كانت أبرز أخبار الأسبوع.